صباح الخير مشاهدينا، واهلا بيكم حلقه جديده من المجله السياحيه. بنكون معاكم على مدار حوالي 50 دقيقه بنتعرف فيها على اخر واهم اخبار السياحه في مصر والعالم من خلال جولتنا الاخباريه او نشره اخبارنا السياحيه، وايضا بنناقش ونتكلم عن موضوع متعلق بصناعه السياحه، وده بيكون في وقفتنا الحواريه. وهنتكلم معاكم النهارده عن فوز مصر بجائزه الرياده الدوليه في السياحه مؤخرا، وايضا ارتفاع ايرادات السياحه في النصف الاول من العام المالي الحالي. ويكون ضيفنا في الاستوديو استاذ محمد فتحي، عضو غرفه شركات السياحه. كالمعتاد بنبدا باخبارنا، واولا العناوين. وزيرة السياحه تؤكد على ان فوز مصر بجائزه الرياده الدوليه في السياحه يعد اعترافا دوليا بجهود الدوله لدعم القطاع. بعد غياب 6 سنوات عوده الرحلات الجويه بين القاهره والعاصمه الرومانيه بوخارست. ووزارة الآثار تقول إنه سيتم الإعلان عن عدة اكتشافات أثرية جديدة خلال الشهر الحالي بعدة مناطق أثرية. العناوين بتروح لتفاصيل والمزيد من الاخبار، وبنبتدي عن اخبارنا بفوز مصر بجائزه الرياده الدوليه. اكدت الدكتوره رانيا المشاط وزيره السياحه ان تقدير المجلس الدولي للسياحه والسفر للجهود التي تبذلها مصر للنهوض بالقطاع هي شهاده ووسام نعتز به جميعا، واعربت طبعا عن سعادتها الكبيره بجائزه الرياده الدوليه في السياحه لهذا العام والمقدمه من المجلس الدولي للسياحه والسفر، وده طبعا تقديرا لجهود مصر في تعزيز قطاع السياحة المصري ليكون أكثر صلابة وقدرة على تحمل الصدمات. خلينا نتابع تفاصيل أكثر في التقرير اللي جاي. فوز مصر بجائزة الريادة الدولية في السياحة من المجلس الدولي للسياحة والسفر يعد اعترافا دوليا بجهود الدولة وسياساتها ومبادراتها لدعم السياحة وجعل القطاع أكثر صلابة وقدرة على تحمل الصدمات. فلأول مرة تحصل دولة في الشرق الأوسط على هذه الجائزة الدولية التي تعد تقديرا لجهود الحكومة في النهوض بالقطاع السياحي. من جانبها أكدت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط أن المنظمة المانحة للجائزة ليست مبنية على الحكومات، بل تمثل القطاع الخاص العالمي للسياحة والسفر، وهو يتألف من أعضاء من مجتمع الأعمال العالمي ويعمل مع حكومات الدول لرفع الوعي بصناعة السفر والسياحة. وتتبنى وزارة السياحة اتجاها جديدا يقوم على إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي لتحديث القطاع وتحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية للقطاع وتتماشى مع الاتجاهات العالمية وتحويل التحديات إلى فرص يمكن الاستفادة منها في تطوير القطاع. ونجح قطاع السياحة في مصر في استعادة عافيته وتحقيق انتعاشة كبيرة في عام 2018، حيث حقق زيادة في أعداد السياحة بنسبة 16.5%، وذلك طبقا للتقرير الأخير للمجلس الدولي للسياحة، وهذا أعلى من متوسط النمو العالمي البالغ 3.9%. المجلس الدولي أرجع هذه الانتعاشة إلى جهود الدولة المصرية في تحسين الأوضاع الأمنية، والتي ساعدت على إعادة جذب السائحين وشركات السياحة الكبرى إلى الوجهات المصرية السياحية الشهيرة وزيادة استثماراتهم في مناطق التنمية السياحية الجديدة على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط. قبل ما نستكمل اخبارنا بنرحب بضيفنا في الاستوديو استاذ محمد فتحي، عضو غرفه شركات السياحه. استاذ محمد صباح الخير واهلا بحضرتك معانا. صباح الخيرات، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. استاذ محمد، بنبتدي كلامنا الحقيقه بخبر فيه يعني تفاؤل وامل وبشره طبعا في قطاع السياحه، وهو فوز مصر بجائزه الرياده الدوليه في السياحه من طبعا يعني جائزه دوليه في هذا المجال، وكانت طبعا من خلال مؤتمر عقد مؤخرا لمجلس السياحه الدولي في اسبانيا، وحصلت مصر وهي يعني تكاد تكون الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط زي ما تابعنا في التقرير على هذه الجائزة. إزاي حضرتك تابعت حصولنا على هذه الجائزة وأهمية حصولنا عليها؟ أولا مبروك لمصر ومبروك للسياحة المصرية. ميزة الخبر أو ميزة الجائزة
ان اللي ادوها متخصصين وقطاع خاص اكتر، يعني هم اكثر ناس شعورا بتقدم او تطور السياحة المصرية مقارنة بالفترة الصعبة اللي احنا كنا بنعيشها. على الجانب الاخر هي جهود عامة، يعني هي مش جهود جهة معينة، هي جهود دولة وجهود وزارة السياحة. الدولة اشتغلت بشكل عام بداية من الهيد بتاع الرئيس عن تقديم الصورة معينة عن مصر. عندنا في الناحية البنية الانفراستراكشر احنا شغالين والناس متابعانا، يعني العالم متابعنا، احنا شغالين في شبكة طرق، شغالين في المتحف الجديد، شغالين في تطوير منطقة الهرم. فعندنا شغل مطارات واضح، كمان عندنا والمطارات مطارات جديده العاصمه الاداريه، مطار سفينكس جنب اتجاه مصر كمان للطيران في حصه كبيره من الطيارات. فكل ديت مؤشرات بتقول ان الدوله مهتمه ومتجهه في هذا الاتجاه. على الجانب الاخر وزاره السياحه بقى والاثار والعاملين في السياحه بيبذلوا الجهد المتوازي، كل دوت مجمع مع بعضه بيصب في النتيجة اللي حصلت ان السياحة المصرية في طريقها للتعافي. نتيجة الزيادة اللي حصلت تعتبر ايجابية جدا مقارنة بالزيادة العالمية. احنا ما وصلناش لمعدلاتنا اللي المفروض كنا عليها في 2010، لكن احنا بنقارن يوم بيوم، بنقارن السنة اللي فاتت بالسنة دي. فده يعتبر مجموعة على بعضها قادت لهذه النتيجة. ومصر تستحق، يعني يمكن زي ما حضرتك بتتكلم انه بالفعل من المعايير اللي كانت الاساسيه في الوصول لهذه الجائزه او الفوز بيها هو ارتفاع معدل السياحه، النمو السياحي هنا في مصر بالمقارنه بدول العالم. الحقيقه كانت مصر سجلت معدل نمو في السياحه حوالي 16.5% مقارنه بالتطور العالمي، وده ارتفاع ملحوظ ومشهود بيه طبعا. ويمكن احنا بنقيس على مش بس 2010 2011، احنا بنقيس كمان على 2016 بعد حادث سقوط الطائره الروسيه في اكتوبر 2015، كان 16 تقريبا من أسوأ الاعوام في السياحه، لكن 17 و18 بالفعل ابتدى في تحسن كبير، وده اكبر دليل على ان السياحه المصريه غنيه جدا. يعني طبعا لما بتيجي حادثه مفاجاه لازم بيبقى لها اثر، لكن عشان الارض خصبه والسياحه المصريه متنوعه وفيها كثير من المتطلبات السياحيه وانماط سياحيه اللي موجوده على مستوى العالم، فقدرت تمتص الصدمه، قدرت ترجع. يعني من ضمن التقرير او من ضمن النتائج اللي حصلت السنه دي، احنا عندنا نسبه كبيره من السائحين الروس اللي هم اساسا ممنوعين او البلد منع الطيارات، لا عندنا سياحه روسيه سجلت حوالي 140,000. وفي السياحه الاوكرانيه ايضا، لا الاوكرانيه دي قصه تانية خالص، دي قصه تانية، ده عدوا المليون. عدوا المليون، دي تاني سوق سياحي بعد السوق الالماني جه مصر، عدوا مليون وشويه، المانيا 2 مليون وشويه، 2.3 السوق الاوكراني برضو، ده ما بيجيش من فراغ، ليه دور. اولا في جهود على المستوى الحكومي اشتغلت على السوق الاوكراني، في دور للقطاع الخاص، في دور سياسي طبعا برضو. الحراك السياسي اللي بينعكس مباشرة على السياحة، بالتأكيد. يمكن بالتأكيد. لو خدناه بشكل مثلا نمط سياحي جديد، سياحة المؤتمرات، عندنا ان احنا ابتدينا يعني نحط شرم الشيخ ومصر بشكل عام على يعني على الخريطة العالمية في المؤتمرات والأحداث العالمية اللي بتستضيف كل دول العالم. كان مؤخرا في مؤتمر او القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ، كان عندنا ايضا منتدى الشباب العربي الأفريقي، وقبلها طبعا منتدى شباب العالم. يمكن ده بيضيف ايضا لمصر في هذا النمط السياحي، سياحة المؤتمرات. ما هو ده كمان مش إضافة بس مباشرة في صناعة المؤتمرات. الميجا بروجكت دي مؤتمرات كبيرة فيها عناصر، يعني مش ناس عادية اللي جاية، الأعداد مش أعداد بسيطة. صحيح. فكون إن أنا أقدر في بلد أستوعب الحاجات دي ورا بعضيها بالأحجام ديت وتخرج المنظومة مفيش مشاكل، الناس ماشية مبسوطة، الموضوع خرج جميل، دي رسالة أكبر. يعني واحد يقدر يشيل 100 نفر، واحد شايل 50,000، يا لا يا ده بيدي إنديكيشن أو بيدي مؤشر لا ان البلد فيها صحيح كل واحد كل ضيف من دول بيكون سفير في بلده مره ثانيه لمصر. خلينا بنستكمل مع حضراتكم مع مشاهدينا اخبارنا، وبنروح لخبر ثاني وبنتكلم عن التعاون بين مصر والصين تحديدا في المجال التكنولوجي الخاص بالسياحه والطيران. بحثت وزيره السياحه دكتور رانيا المشاط مع كبرى الشركات الصينيه المقدمه لخدمات السفر عبر الانترنت سبل تعزيز التعاون، حيث تقدم الشركه خدمات
الحجز والإقامة والنقل والجولات السياحية، ولديها حصة في السوق الصيني تصل إلى 80%. على جانب آخر، أكدت وزيرة السياحة دكتورة رانيا المشاط عمق العلاقات التي تربط بين مصر وبلغاريا، وحرص مصر على تعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات وخاصة في السياحة. وده كان خلال لقاء وزيرة السياحة طبعا احنا عارفين مؤخرا مع نظيرتها البلغارية نيكولينا أنجليكوفا لبحث سبل التعاون في مجال السياحة بين البلدين خلال الفترة المقبلة، وده كان على هامش مشاركتها في فعاليات الدورة 91 للقمة الدولية للمجلس الدولي للسياحة والسفر التي تعقد بمدينة إشبيلية بإسبانيا. طيب أستاذ محمد، خلينا نتكلم عن أول جزء في الخبر اللي قلناه دلوقتي والتعاون الخدمات السياحة والسفر عبر الإنترنت. إحنا واصلين فيها لفين هنا ومحتاجين نطورها قد إيه عشان ده أكيد هينعكس على الحركة السياحية الوافدة؟ حضرتك السياحة الإلكترونية بمنظومتها الشاملة بداية من تشغيل الشركات لتقديم الخدمة للزبون النهائي العميل الكاستمر النهائي، دي منظومة ماشية أسرع من القطر الإكسبريس العالم كله. ده في العالم حلو. في العالم كله احنا بنتحرك فولور. في بعض تحركات حسيسة من القطاع الخاص والحكومة ان احنا نكريت او ننشئ حاجة تخصنا، لكن في الاخر برضو احنا ما عندناش اليونيك بتاعنا. مثال عندنا الصين مثلا، حضرتك ذكرتي نتعاون معها في المجال ده قريبا، بس اللي عايز بس اقوله حاجة، العالم كله شغال بسيرش انجنز معينة كبيرة، الصين عاملة لنفسها منظومة تانية خالص. حتى انترنت لوحده. السوق الصيني سوق مهول، احنا ما خدناش نصيبنا منه خالص. نظرا لان لما طرقنا بابه من كام سنة طرقناه بطريقة مش صح، مش اقول غلط، اقول بطريقة مش صح. قدمنا نفسينا بطريقة مش صح. جايز بعض المحاولات دلوقتي لإصلاح هذه الصورة عشان سوق فيه مليار بني آدم ناخد منه 200,000 ولا حاجة، ما كلام يعني ما يليقش بيهم ولا بينا الحقيقة. فبالنسبة للسؤال حضرتك الأولاني بتاع التكنولوجيا، استخدام تكنولوجيا المعلومات والإي أو الإلكترونيك توريزم، اللي مش هيلحق القطر الإكسبريس دوت مش هيوصل مكانه. سنة 2030 أو 2035 في 40% من الوظائف هتنتهي من على وجه الأرض بسبب استخدام التكنولوجيا في وظائف فعلا، وخاصة مجال الخدمات اللي هي السياحة. السياحة صناعة خدمة. فالاستعاضة بالتكنولوجيا والريبورتس والخدمة الذاتية ظهرت دلوقتي في المطارات. النهاردة في مطارات حضرتك بتدخلي تعملي تشيك إن من غير جوازات، بتدخلي فندق تعملي تشيك إن من غير جوازات. ففي لا احنا عايزين شوية شغل في المجال دوت. وكنا بنطالب الحقيقة برضو احنا ما عندناش كونتينت واضح authorized من الدولة. يعني ما عندناش تكست عن مصر ثابت لينا كلنا. ما عندناش صور ثابتة لينا كلنا. ده محتاج مجهود، محتاج شغل، محتاج تعاون. واتمنى ان شاء الله الفترة اللي جاية نمشي في هذا الطريق بطريقة كويسة. يعني احنا محتاجين لسه خطوات اكتر في الطريق ده. احنا لسه على نقدر نقول على اول طريق الاعتماد بشكل اكبر على التكنولوجيا، وهي طبعا سمة العصر. ما زال المتحكم في هذه المنظومة مش بايدينا، جاي من بره. احنا عايزين نكريت حاجات. يا رب ان شاء الله ده يكون الاتجاه اللي يتم تحقيقه بالفعل في الفتره اللي جايه. خلينا بنروح نتكلم عن موضوع تاني وعوده السياحه الرومانيه، وده كان بعد غياب 6 سنوات. عادت الرحلات الجويه بين القاهره والعاصمه الرومانيه بوخارست كانت توقفت عام 2013، والحقيقه من المتوقع ان عوده الرحلات الطيران المباشر بين مصر ورومانيا ان ده هيؤدي الى زياده تدفق السياح الى القاهره. خلينا نشوف تفاصيل أكتر عن هذا الموضوع من خلال عدد من اللقاءات الخاصة لبرنامج المجلة السياحية من مطار بوخارست، ومن بين اللقاءات الحقيقة لقاء مع سفيرنا في رومانيا السفير صلاح عبد الصادق. أهلا وسهلا بكم معالي السفير على شاشة قناة النيل الأخبار. أهلا وسهلا وأهلا بمشاهدي قناة النيل. معالي السفير، اليوم وسعادتك موجود معنا في مطار هنري كواندا
وتسيير أول رحلة طيران مباشر بين بوخارست والقاهرة، كيف ترى هذا الحدث؟ حدث هام وحدث مفرح بعودة الخط المباشر ما بين العاصمتين بوخارست والقاهرة عن طريق شركة الترام، الخط اللي كان بيلقى رواج شديد وتوقف منذ 6 سنوات. مؤكد هذا عودة هذا الخط سيدعم مختلف الأنشطة المشتركة ما بين البلدين من أنشطة اقتصادية ورجال أعمال واستثمار وحركة للطلاب وسياحة. هي صحيح حركة السياحة لم تتوقف لأن كان هناك طائرات الشارترز اللي كانت بتتوجه لشرم الشيخ والغردقة، لكن بوجود خط ثابت مرتين في الأسبوع مؤكد هيدعم حركة السياحة بشكل كبير جدا في الفترة القادمة. معالي السفير صلاح عبد الصادق، شفت سعادتك النهاردة جايب الورود لمطار بوخارست. مناسبة سعيدة جدا، وإحنا جينا حبينا نحيي ركاب أول رحلة تستأنف بعد 6 سنوات، فجيت أنا وزميلي في السفارة بنحيي هؤلاء الركاب من رومانيين وأجانب ومصريين فضلوا أنهم يرجعوا في الأجازة في أول رحلة مباشرة بين العاصمة هنا وبين بلدهم، فبنحييهم كلهم وبنتمنى لهم رحلة سعيدة ورحلة مريحة إلى مصر. 2.5 ساعة هي الفرق بالعاصمة، لو رحت بالترانزيت بتبقى فترة طويلة جدا من السفر يتوقف على أنت نازل ترانزيت لمدة قد إيه في أي عاصمة. معالي السفير، كيف يسهم الخط الطيران المباشر بين بوخارست والقاهرة في دعم السياحة؟ مؤكد لما يبقى عندك خط مباشر 2.5 ساعة تبقى تنتقل من بلد لبلد، مؤكد ده بيسهم إسهام كبير جدا في تشجيع الناس على الذهاب لمصر. السياحة ما وقفتش، كما قلت إن السياحة كانت بتنزل، الرومانية بتنزل مصر لأنه يعشقون مصر، كانت بتنزل على الشواطئ من خلال طائرات الشارتر، الطائرات المؤجرة، الرحلات المخصوصة. لكن لما يبقى في خط مباشر مرتين في الأسبوع وقابل للزيادة وفقا لحجم الحركة عليه، قابل للزيادة 3 أو 4، مؤكد هيسهم كمان في نوع مختلف من السياحة، مش السياحة الشاطئية، السياحة الثقافية، سياحة المزارات، سياحة العاصمة في القاهرة الأقصر وأسوان. فلا مؤكد هيبقى في رواج سياحي بإعادة استئناف هذا الخط المباشر. السفير، هل هناك خطط لزيادة معرفة السائح الروماني أو المواطن الروماني بالمعالم السياحية المصرية مثل مسار العائلة المقدسة؟ طبعا احنا بنشارك كمصر وهيئة تنشيط السياحة في المعارض السياحية اللي بتقام في رومانيا، فبيجي من خلال منشورات ومن خلال أفلام بتروج للسياحة في مصر المختلفة، فده قائم، ده مستمر قبل الخط وأثناء الخط وبعد الخط، دائما هذا أمر قائم للترويج لمعالم بلدنا وسياحة بلدنا، ده حاجة ما لم تتوقف أبدا. أهلا بك على شاشة قناة نيل الأخبار. شكرا على استضافتي وأهلا وسهلا بكم لوجودكم بمناسبة عودة الطيران المباشر إلى القاهرة. إن إعادة تشغيل خط الطيران بين القاهرة وبوخارست شيء هام جدا ويعكس العلاقات التاريخية بين مصر ورومانيا. ما هي تفاصيل أول رحلة إلى القاهرة؟ هذه الرحلة يوجد بها حوالي 100 راكب وطائرة شبه كاملة العدد، وهذا يعني أن قرار إعادة تشغيل خط الطيران المباشر قرار ممتاز. كم يبلغ عدد رحلات الطيران؟ بداية سوف يكون هناك رحلتين أسبوعيا، ومن المحتمل أن تزداد نحو 3 رحلات أسبوعيا. فتابعت انطباع الركاب بعودة الطيران المباشر. الركاب يعبرون عن سعادتهم مع عودة الخط المباشر بين بوخارست والقاهرة بعد توقف دام 6 سنوات، وهذا قلل كثيرا في المدة، حيث تستطيع خلال 2:40 فقط أن تصل إلى العاصمتين. كيف ترين العلاقات السياحية بين البلدين بالإضافة أيضا إلى العلاقات السياسية والاقتصادية؟
Relația este foarte bună. După cum știți, primele curse operate între România și Egipt au fost cele și sunt cele. العلاقات بين البلدين هامة جدا وتاريخية، وهناك رحلات إلى شرم الشيخ والغردقة كاملة العدد، والآن نربط بين العاصمتين من خلال عودة الخط الخاص بالطيران المباشر. Astfel că partea turistică a fost acoperită de ceva timp. Acum legăm cele două capitale între ele. لماذا تحملين وردة أثناء انتظارك للطائرة؟ هذا لدم الامباسادور الإيجيبي. هذه الوردة لها مردود قوي لدي. إنها هدية من سفير مصر برومانيا. كانت مفاجأة سارة جدا لي، ونحن نحتفل بعودة أول رحلة طيران مباشر بين بوخارست والقاهرة. إن هذه الوردة تعكس ترحاب الشعب المصري بنا حتى قبل الوصول إلى الأراضي المصرية. ما رأيك في إعادة خط الطيران المباشر بين بوخارست والقاهرة؟ إنه لشيء عظيم إعادة تشغيل هذا الخط مرة أخرى، لأنه يوفر الوقت والمال أيضا، وهذا سوف يساعد على تقوية العلاقات الاقتصادية والسياحية مع مصر، وسوف يصب في صالح البلدين، وسوف يساعدنا أيضا على اكتشاف عظمة رومانيا وعظمة مصر بكل سهولة. نستطيع الوصول إلى المعالم السياحية في القاهرة بسهولة. Valorile românești, dar și pe cele egiptene, ajunge mult mai ușor la obiectivele turistice. هل قمت بزيارة مصر من قبل؟ Nu este pentru prima dată. Prima dată. Da, deci o să-mi pună dorință când ajung pe pământ. هذه أول مرة أزور مصر وأسعد أن أكتشف أصدقاء وأماكن جديدة. ذلك بطبيعة عملي كصحفية، يهمني أن أكتشف الأماكن الجميلة في العالم كما هو الحال في مصر. Și ne bucurăm să descoperim prieteni noi, locuri noi pe care să le facem cunoscute. معانا في الاستوديو استاذ محمد فتحي، عضو غرفه شركات السياحه. واستاذ محمد، كان حضرتك ليك تعليق على السوق الروماني وعوده الرحلات بين مطار بوخارست ومطار القاهره بعد توقف 6 سنوات، كان حضرتك ليك تعليق على الموضوع ده؟ الحقيقه هو الخبر ده مفرح جدا لسببين. احنا الاول عايزين نعرف تركيبه رومانيا الجغرافيه. رومانيا لو تخيلنا انها مساحه مفتوحه كده، في منطقه بوخارست واللي حواليها اللي هي العاصمه، تمام، وفي منطقه تيميشارا اللي جنب المجر، في النص في سلاسل جبليه وطريق وعر فيه خوف من السفر من خلاله. فالناس اللي كانوا جنب المجر 300 كيلو او 290 كيلو كانوا بيقدروا يروحوا يركبوا مصر الطيران ويجوا القاهره. الناس اللي في المقاطعه الكبيره بتاع بوخارست وما حولها كانوا محرومين تماما من النومين، فكانوا بيطلعوا طيران شارتر على البحر الاحمر، سيان الغردقه او شرم الشيخ. فبيحققوا سيزوناليتي موسمي على نوع معين من السياحة اللي هي السياحة العادية أو السياحة الرخيصة. وجود الطيارة دي بعد 6 سنوات من العاصمة بوخارست، أولا هيرجع لنا السائح اللي احنا عايزين نسترجعه، السائح الثقافي، السائح اللي بيحب اللي بيجي دولة يلف في أكتر مدينة، أثار ثقافي، وما فإحنا بنسترجع من خلال هذا الخط. أولا على مدار العام، يعني حتى الطيارات اللي كانت بتيجي من بوخارست اللي بتيجي على البحر الأحمر والكده بتيجي سيزونز معين وخلاص، مفيش وسيلة تاني. وجود دي طول السنة فبتسمح للناس تعمل فلو طول السنة. بترجع نوع معين من السائح اللي هو عالي الإنفاق، اللي بيجي يقعد عدد ليالي أكتر. ودولت كانوا بالذات محرومين، لأن زي ما قلنا نظرا لتركيبة رومانيا الجغرافية كان في سلاسل جبال بتفصل ما بين المنطقة بتاعت بوخارست والجزء الثاني الصناعي التجاري بتاع تيميشار اللي كان جنب المجر، فاللي جنب المجر كانوا بيجوا بسهوله عن طريق ايجيبت اير، لكن المنطقه ديت قعدت 6 سنين مش عارفين العاصمه وما حولها. ده كان يا اما اللي كان بيحب يجي كان بيروح فيينا، يعني يروح يركب من فيينا، وده كان مشكله برضه. وتكلفه الطيران عليهم لما يسافر من بوخارست لفيينا عشان يركب الايجيبت اير او النمساويه كان تكلفه عليه، فكان حرمنا من النوع دوت من السائح. فدي الاخبار يعني هايله لاستمراريتها طول السنة، لنوعية السايح اللي أوتوماتيك بعد 6 سنين مؤكد كان ورا الخزان ناس كتير عايزة تيجي. فدوت عشان كده الطيارة حتى مع أول رحلة مليانة زي ما بنقول. يعني مبروك علينا. يعني إضافة كنا مفتقدينها بالفعل بعودة إضافة نوعية.
طيران بين بوخارست العاصمة الرومانية وبين القاهرة. خلينا بنستكمل أخبارنا وبنروح يعني كشف أثري. قال دكتور خالد العناني وزير الأثار أنه خلال شهر أبريل الحالي سيتم الإعلان عن الحقيقة مش كشف أثري واحد، عدة اكتشافات أثرية هتكون بمنطقة أثار الهرم وسقارة والأقصر. ومن جانبه أعلن مصطفى وزير الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار تفاصيل الكشف الأثري الجديد بمنطقة الديابات في سوهاج، وأوضح أنه عبارة عن مقبرة مزدوجة من العصر البطلمي لشخص وزوجته. خلينا نشوف تفاصيل أكتر في التقرير اللي جاي ونرجع تاني نقول أيضا مزيد من التفاصيل مع ضيفنا في الاستوديو. الكشف عن مقبرة مزدوجة لرجل وزوجته بها بقايا أدمية ومجموعة من دفنات الطيور والحيوانات التي تعود للعصر البطلمي في منطقة الديابات بمدينة أخميم بمحافظة سوهاج. المنطقة طبعا واضح ان لسه فيها مقابر اخرى كثيرة زي اماكن كثيرة جدا في مصر، هي بداية شغل. وزي ما قلنا النهاردة السفراء كلهم بيقولوا لي انت اعلنت من فترة على اكتشافات اثرية، قلت لهم ايوة بالفعل قبل رمضان قلت ثلاث اكتشافات اثرية في باريس بالفعل، فاسمحوا لي بصلح وبقول اربعة مش ثلاثة، واحد النهاردة كشف احنا اعلناه من اربع ايام في الجرايد، مقبرة رائعة من سقارة. احنا حابين نعرف الناس ان احنا لقينا المقبرة، لكن هننظم لها زيارة مستقلة يوم السبت 13 ان شاء الله، ثم ان شاء الله كشف على الاقل في الاقصر وكشف الهرم. المقبرة في حالة جيدة من الحفظ وتتميز بنقوشها والوانها الزاهية والتي تحمل اسماء لبعض افراد عائلة صاحبي المقبرة. دي رسالة مهمة جدا، الغرض منها البعض كان يدعي ان سوهاج مش موجود على خريطه السياحه العالميه، كلام مش مظبوط. سوهاج طول عمرها موجوده على خريطه السياحه العالميه. سوهاج من اهم المواقع والمناطق الاثريه على مستوى الجمهوريه، واحده من اهمهم. في 38 موقع اثري هنا في محافظه سوهاج. المقبرة تتكون من غرفتين حيث يزين قرص الشمس المجنح مدخل الغرفة الثانية، اما العتب فيزين بقرص الشمس مكتوب عليه لقب حورس سيد السماء. الكشف دوت عبارة عن مقبرة ملونة جميلة، بيرجع الفضل لبداية الكشف فيها إلى معلومة لاسم الشرطة هنا اللي أدت القبض على اللصوص اللي كانوا بيعبسوا فيها. بعدين بدأت الباسة العمل برئاسة الدكتور مصطفى وزيري، كشفت عن المقبرة وهي مقبرة لرجل وزوجته، الرجل اسمه توتو وزوجته اسمها شيرت إيزيس. عقب ذلك تفقد الوزير منطقة أخميم الأثرية حيث أزاح الستار عن تمثال رمسيس الثاني والذي كان مهشما لنحو 70 قطعة. اكتشاف جديد يضاف إلى سلسلة الاكتشافات التي أعلنت عنها وزارة الآثار مؤخرا، وهو ما يؤكد على ضرورة وضع محافظة سوهاج على خريطة السياحة العالمية. من منطقة الديابات بمحافظة سوهاج أشرف مبارك. يعني أستاذ محمد يمكن فعلا زي ما زميلنا أشرف مبارك بيقول في التقرير أن عدد من الاكتشافات الأثرية موجودة في سوهاج بتديها يعني الحق أنها تكون موجودة على خريطة السياحة بشكل أكبر، رأي حضرتك في الكلام ده؟ سوهاج حضرتك دي يعني إحنا مهملين في حاجة جدا، إحنا كل الاهتمام والتركيز للأقصر وأسوان. سوهاج العاصمة أخميم، دي أخميم عاصمة للدولة القديمة. احنا عندنا معبدين من أجمل وأشهر المعابد اللي مش واخدين حقهم، أبيدوس أبيدوس في سوهاج، عندنا مقابر من عصور مختلفة، عندنا حاجة اسمها الدير الأبيض والدير الأحمر، دولت علم من أعلام الأديورة على مستوى العالم. سوهاج زي الشرقية كده، الشرقية مهملة صحيح، سوهاج غنيه جدا غنيه جدا وتستاهل، يعني ممكن يتقضى فيها يومين ثلاثه زيارات كاثار. الاكتشاف الاخير دوت مقبره في العصر عنده المفهر. ميزتين الحقيقه، اولا اول مقبره مزدوجه، يعني زمان كان مقابر لرجال او مقابر لسيدات، دي مقبره لرجل وزوجته، فده تطور في فكر الحياه القديمه. المقبره كانت لعازفه للإله حتحور بالصلاصل، كون أني أنا عايز بس أخد مؤشر عشان أضيف الحتة، كون أني عازفة الصلاصل أو الشخليل في معبد الإله حتحور
توصل لهذه المكانة المجتمعية ان يكون ليها مقبرة بالشكل ده. واذا ده مؤشر ان المصري القديم كان بيقدر الفن، والمرأة ما كانتش مهملة في المجتمع المصري بالطريقة اللي كانت بتتقال. يعني هن اشهر حاجة كليوباترا وحتشبسوت، لا ده انا بتكلم على المرأة العادية كون يتعمل لها مقبرة ومقبرة مزدوجة بهذا الجمال وبهذا الحجم ووظيفتها فنية، ده مؤشر قد ايه الحضارة المصرية القديمة ده ايجابي لصالح المرأة وايجابي ايضا لصالح الفن في الحضارة المصرية القديمة. احنا بقى المفروض نستريس على الكلام ده، يعني نطلع بنتيجة من وراء هذا الكلام. لا ده احنا مصر ما كانش لسه الحاكمة بس، ده حتى السيدات العاديات. طيب خلينا هنروح بالفعل دلوقتي مباشرة لمنطقة أبيدوس في سوهاج مع أشرف مبارك معانا من هناك على الهواء مباشرة، وهيكلمنا عن التطوير والمقبرة. أشرف صباح الخير. صباح الخير، برحب بكم وبرحب بسادة مشاهدي برنامج المجلة السياحية من محافظة سوهاج. أشرف كلمنا عن المقبرة اللي تم افتتاحها بالأمس وأيضا أعمال التطوير الموجودة في منطقة أبيدوس، ويمكن نتكلم عن الدير الأبيض تحديدا، أعتقد أنك موجود هناك دلوقتي. بالفعل يعني نحن منذ الصباح الباكر في جولة داخل منطقة الدير الأحمر والدير الأبيض. بدأت الجولة من منطقة الدير الأحمر حيث اصطحب وزير الآثار الدكتور خالد العناني نحو 40 سفير ومستشار ثقافي من دول مختلفة حول العالم لي يعني زيارة هذه الأديرة والتعرف على يعني التسامح بين المصريين سواء أقباط أو مسيحيين. وتفقد أيضا الوزير أعمال التطوير بمنطقة الدير الأحمر والذي بدأت منذ عام 2003 ومستمرة حتى الآن. يعني الهدف من هذه الزيارة هو وضع هذا الدير على يعني قائمة التراث العالمي وقائمة المواقع الأثرية العالمية. ثم بعد ذلك توجهنا حاليا إلى منطقة الدير الأبيض وهو أيضا في محافظة سوهاج، والآن يعني يقوم وزير الآثار بصحبة هؤلاء السفراء داخل هذا الدير بجولة للتعرف أيضا على يعني المنطقة الأثرية. كان هناك بالأمس يوم حافل لوزير الآثار أيضا بصحبة يعني هؤلاء السفراء، بدأ منذ الصباح الباكر في منطقة أبيدوس حيث زار الوزير أعمال يعني الترميم الخاصة في هذه المنطقة وافتتح مركز الزوار الذي يضم بعض شبابيك التذاكر والكافتريات ومراكز للاستقبال والاستراحات للسائحين يعني الذين يرغبون في زيارة منطقة أبيدوس. ثم توجه بعد ذلك إلى يعني منطقة الإمرزيون أو معبد الإمرزيون، وهذا المعبد يعني تم عمل مشروع لتخفيض المياه الجوفية في هذا المعبد تكلف نحو 42 مليون جنيه. وبدأت أعمال الترميم منذ عام 2008 وتوقفت بعد 2011 خاصة بعد يعني توقف الدعم المالي بسبب الأحداث التي شهدتها البلاد بعد 2011. ثم استنفت الأعمال مرة أخرى في عام 2016 وافتتحها وزير الآثار بالأمس. إذن يعني هي زيارة شاملة وكبيرة. وبعد ذلك توجه أيضا الوزير إلى منطقة أخميم أو تحديدا في منطقة الديابات بأخميم للإعلان عن كشف أثري لمقبرة يعني تخص سيدة ورجل. إذن هي مقبرة مزدوجة كانت تضم العديد من يعني الرسومات التي وجدت بحالة جيدة. هذه المقبرة وجد أيضا بها بعض المومياوات المحنطة للرجال والأطفال وبعض الطيور وهو طائر أبو منجل. ويعني زوجتها يعني صاحب هذه المقبرة كانت تعمل في مهنة الفن وهي مهنة عزف الموسيقى على الصلصال. ويعني أيضا كان يعني تم اكتشاف داخل هذه المقبرة بعض تماثيل الأوشبطي وبعض اللقى الأثرية الأخرى. عقب ذلك وفي نهاية هذا اليوم بالأمس توجه الوزير إلى منطقة يعني أخميم أيضا يعني زاحة الستار عن تمثال رمسيس الثاني، وهذا التمثال الذي كان مهشما لنحو 70 قطعة منذ مئات السنين، وقامت وزارة الآثار بترميم هذا التمثال وإعادته إلى مكانه من جديد. طيب أشرف يعني سؤال أخير سريعا، يعني هل عندك معلومة إمتى هيتم افتتاح المناطق اللي بتتطور دي أمام الزيارة، الدير الأحمر الدير الأبيض؟ بالفعل يعني الوزير يعني اعلن ان اعمال التطوير دي مستمره منذ سنوات، وان الاعمال الافتتاحات بتتم على قدم وساق الحين بعد الانتهاء من كل منطقه على حده. يعني وزير الاثار تحدث انه يعني محافظه سوهاج يعني تحتاج الى 4 أيام للزياره مره اخرى، وسوف يتم تحديد هذا الموعد لاحقا مع محافظ سوهاج الدكتور احمد الانصاري لافتتاح معظم هذه المناطق، خاصه وان معظم المناطق الاثريه في مصر تشهد اعمال تطوير ورفع كفاءه منذ عام 2015 منذ تولي
المصري الدكتور خالد العناني يعني حقيبة وزارة الآثار في الحكومة المصرية، وهو يسعى إلى افتتاح يعني معظم هذه المناطق الأثرية، ويتم وضع جداول مخصصة للافتتاحات والاكتشافات الأثرية. بنشكرك جدا أشرف مبارك، كنت معانا من أبيدوس في سوهاج، وأكيد هنتابع معاك أعمال الافتتاحات، المزيد من أعمال التطوير، وأيضا افتتاحات كل منطقة على حدة في حلقات متوالية من المجلة السياحية. أهلا بكم مرة تانية مشاهدينا، وبعد فقرة الأخبار بنتكلم معاكم عن موضوع آخر خاص بمعدلات السياحة وإيرادات السياحة في النصف الأول من العام المالي الحالي. وفقا لبيانات البنك المركزي المصري مؤخرا، إنها قفزت بنسبة 34.6% عن النصف الأول في العام المالي الماضي نفس الفترة، وإنه الحقيقة متحصلات قطاع السياحة بلغت حوالي يعني 6.8 مليار دولار، وده كان مقابل 4.9 مليار دولار في النصف المالي الأول في العام الماضي، وإنه نسبة السياح قفزت إلى 11.7 مليون سائح. طبعا إحنا ما زلنا بنسعى للمزيد من ارتفاع المعدلات والأرقام، وعندنا الحقيقة أيضا كان في انفاق عالي جدا في قطاع السياحة في هذه الفترة وفقا أيضا لبيانات البنك المركزي المصري. خلينا نتكلم عن تفاصيل هذه الأخبار والتحليل والتعليق عليها مع ضيفنا اللي ما زال مشرفنا في الاستوديو، أستاذ محمد فتحي، عضو غرفة شركات السياحة. أستاذ محمد، لما نتكلم عن هذا الخبر، وبداية الحلقة كانت فوز مصر بجائزة الريادة الدولية في قطاع السياحة، وهنا بنتكلم كمان عن ارتفاع إيرادات السياحة في الفترة الأخيرة، يعني تعليق حضرتك عن هذه المؤشرات بشكل عام؟ هي طبعا كلها مؤشرات إيجابية جدا، بس ليها أسباب. أولا زي ما قلنا إن إحنا العدد السياح زاد، فبالتالي الإيراد هيزيد. في عنصر نوعية سياح، نوعية سياح اللي بيجي يصرف أكتر. ففي واحد كان بيجي بيصرف 100 دولار، واحد بيجي يصرف 200 دولار، ده فاكتور يرفع. طب الراجل اللي بيصرف ال 200 دولار ده رجع لنا ليه؟ ده السؤال الأهم. هو رجع ليه؟ أولا بقى عنده ثقة فينا أكتر. طيب السياسة والاقتصاد، والسياحة اقتصاد. طب احنا صورتنا السياسية اتغيرت خالص الفترة اللي فاتت، صحيح، بمجهود دولة، بمجهودات مختلفة، قدمنا صورة معينة أمنية اجتماعية، علاقات دولية ما بين مصر والدول. ده انعكس على السائح العادي اللي كان بطل يجينا، اللي احنا عايزينه يجي، اللي بيجي بتاع السياحة الثقافية أو السياحة اللي بيصرف فلوس أكتر. لما وصلته هذه المعلومة عن طريق سياسة مصر اللي بقى شكلها وطريقتها أفضل قصاده، بدأ يرجع. يبقى هي منظومة، يعني احنا ما صحيناش الصبح الناس دي جت، الناس دي كان عندها توجسات معينة، بيجي لنا سياح. مثل سوق زي السوق الألماني. السوق الألماني حقق السنة دي 2,300,000، ده رقم مهول. كان ممكن يحققوا بحر بس، يجي شواطئ بس، فبالتالي هيحقق سي 100 جنيه. معدل الانفاق من سائح لما اتغيرت، غيرت الصورة، جانا السائح اللي كان مختفي واللي معدل انفاقه اعلى، السائح الالماني بالظبط كده. فجي لا، او اي سائح طالما جه لهذا النمط، احنا عرفنا نستعيد النمط السياحي اللي فقطين. بيرفع الايراد، اللي بيرفع الايراد. الحاجة التانية، لما حصل الطلب على مصر بدأنا احنا داخليا بدرجة، مش هقول 100%، نحسن من خدماتنا ونرفع من اسعارنا. واحنا برضو في الفترة العجاف كنا بننزل بالاسعار عشان نقدر كاحد وسائل الجذب، يعني ما سمي بحرق الاسعار، وسائل جذب، وانا عايز اجذب العميل فبقدم له سعر رخيص. لما بقى عندي طلب رفعت ثمن الخدمه اللي بقدمها، وبالتالي رفع، يعني كل ده انعكس على الايراد العام. يبقى نوع السائح اللي كان مختفي رجع، اللي هو انفاقه عالي، انا قدمت خدمه افضل فقدرت ارجع باسعاري، ما رجعتش كما تستحق بس قدرت ارفع سقف اسعاري. لو رجعنا بقى ده كله نرجعه لفين؟
للسياسة أو الاقتصاد. طبعا كمان احنا ملاحظين في السياسة زي ما حضرتك بتتكلم جولات الرئيس طبعا لكل دول العالم، وبيكون ملف السياحة من الملفات المطروحة وليها الأولوية في هذه الزيارات، وبيكون حريص طبعا على فتح أسواق سياحية جديدة، زار اليابان الصين والناس اللي دعاهم يعني والمانيا طبعا يعني احنا الالمانيه لما جت هنا في مصر وكان في الاحتفاليه عند الهرم، ايضا السفير عفوا الرئيس الفرنسي، ويعني غيرهم من الشخصيات الكبيره اللي بتزور. فاحنا هي حته يعني احنا قدمنا صوره طيبه، رحنا للناس وجبنا الناس، وفي الحالتين احنا قدمنا صوره طيبه، فده رجع نوع من المصداقيه، خلى الشعب العادي اللي بيفولو الليدرز بتوعهم ييجوا، ونوعية معينة اللي احنا كنا محتاجينها اللي هي بتصرف اكتر وبتعمل اكتر. بس ده معلش انا عندي كومنت صغير. فضل. احنا فرحانين باللي بيتقال، بس ازاي نماكسمايز، ازاي نعظم هذا الموقف. عندنا بعض مشكلات صغيرة انا ما اقدرش كراجل مش متخصص. مثال مثلا كان عندنا مشكلة في الفترة الاخيرة مع الامن، شيء مهم جدا وما نقدرش نخرج عنه، ما نقدرش نخرج عنه، بس لازم نديره بطريقة أكثر سلاسة. يعني النهاردة الأمن طبعا أي مشكلة هتحصل هتنعكس علينا بشكل سيء وتاخد السياحة لتحت، بس نغير المنظومة اليدوية اللي بنشتغل عليها. ممكن يعني احنا عايزين نأوتوميت العلاقة ما بين الأمن وشركات السياحة، وفي مشروع قدمته غرفة السياحة عشان نسهل حركة السياحة، لأن مصر ما زالت دولة تبيع منتج سياحي وليست دولة سياحية. الدولة السياحية اللي السائح ينزل فيها يتحرك زيه زي المواطن العادي. احنا بنبيع منتج بخدمات من خلال شركة. طيب انا ما اقدرش برضو اوصل له معلومة ان انا مقيد حركتك تحت اي ظروف، دي داخلية عندي ما حسسوش، يعني اامنه بدون ما حسسه، اسهل الطريقة دي. ده موضوع مهم عشان نكمل في التقدم اللي احنا بدأناه. يا اما هيعمل إعاقة فهنرجع تاني. طيب عندنا يعني أيضا أحداث الحقيقة بتخدم المؤشرات الإيجابية ديت، ويمكن بتبني عليها أكتر في الفترة اللي جاية، زي ما احنا قلنا في بداية الحلقة عدد من الفعاليات العالمية الكبيرة طبعا، زي المؤتمرات اللي بتعقد في شرم الشيخ بشكل مستمر بقالنا فترة، وأيضا الحقيقة عندنا في هذا العام استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية في يونيو 2019. ازاي ده بيدي طفرة ايضا في قطاع السياحة؟ مؤكد هيدي طفرة. يعني انا برضو من الاحصائيات عايز اقول لحضرتك، مصر حققت 11.6 مليون سايح، نصيب افريقيا منهم ما تعداش 100,000، معظمهم من دولتين جنوب افريقيا ونيجيريا. ده ارقام هزيلة جدا. في سايح في افريقيا عايز يجي؟ عايز يجي. احنا مركزين البوصلة بتاعتنا على أوروبا أكتر، وتلاقي إن أكتر من 50% من حجم السياحة اللي بتيجي لمصر متقسمة كده، 6 مليون وشوية جايين من أوروبا الأقرب، 3 مليون وشوية منطقة عربية، سياحة عربية، آسيا رقم هزيل، أفريقيا رقم أكثر هزلا، لكن في النهاية أفريقيا إحنا الأقرب. نقول الحدث دوت يا ريتنا نعرف نسوقه كدعاية لمصر. عندنا مشكلة الحقيقة في الجزء دوت برضو عشان أفريقيا ما نظلمهاش، احنا عندنا بعض restrictions أو تحفظات على تأشيرات دخول جنسيات كتيرة أفريقية لمصر. طب هل عندنا لسه مشكلة في الطيران مع دول القارة الأفريقية؟ ما عندناش. يا مصر طيران خسرت طبعا جزء مهم جدا من نصيبها، لانها كانت الشركة الاولى، في شركات تانية بدون ذكر اسماء دخلت خدت ماركت شير عالي، لكن ما زلنا موجودين، احنا ما زلنا موجودين في افريقيا. طب تسهيل خطوط الطيران المباشرة بيننا وبين عدد من دول القارة الافريقية، يعني اعتقد ان في مع استضافة مصر للبطولة في تحرك في الاتجاه ده. هو احنا هنسهل الاقامة وهنسهل الطيران وهنسهل كل حاجة، بس التأشيرة عشان يخش عندنا فيها مشكلة. فيها مشكلة. يعني احنا عندنا خلاص هو الراجل لقى طيارة ولقى شركة سياحة بتقول له تفضل تعالى احنا احسن بلد، تعالى احضر الماتش. انا عندي مشكلة في انه يحصل على التأشيرة. عايزين يعني عايزين نشوف طريقة، لان افريقيا مصدر مهم جدا وبالحق. الساحل الافريقي ساحل تراديشنال اللي بيجي للسياحة الثقافية وبيصرف، لان ما بيطلع افريقيا فيها جاب، يا اما فقير في دول فيها معدلات دخل مرتفعة. بالضبط. يعني. غير الدخل المرتفع، الناس اللي بتسافر منهم بينفقوا بقوة.
بينفقوا بقوة. يعني عكس الصوره اللي ممكن تكون عند الناس. لا لا لا, لا. ده سايح هايل, سايح هايل. بس انا اسهله زي ما بقول الطيران, الطيران كلام ده انفرس, لكن هو افتح له المفتاح التاشيره ازاي. دي عمليه لازم برضو نفكر فيها. يعني بنتمنى ان ده بالفعل يكون في اعاده نظر في الفتره اللي جايه لتسهيل التاشيرات وتسهيل حركه السياحه الوافده بشكل عام. نشكر حضرتك جدا استاذ محمد فتحي, عضو غرفه شركات السياحه, شرفتنا في حلقتنا النهارده. انا بشكر حضرتك, تحياتي. شكرا. شكرا يا فندم. مشاهدينا بشكركم ايضا على المتابعه, والاسبوع القادم حلقه جديده والمجله السياحيه. الى اللقاء.